كابتن بلال، الف مبروك، فوز مهم وكان مطلوب. تلعب دور قبل النهائي، تلعب على بطوله كبيره، بطوله كاس مصر، فالوضع الطبيعي انك كنت تكسب، ولكن انت كسبت كمان مع زي ما قالوا الكباتن ان كان في جمال في الاداء، في حلاوه في الاداء. طبعا مبروك للنادي الاهلي، اداء رائع جدا جدا. صحيح. الشوط الاول استحواذ جيد، الشوط الثاني هدوء في الريتم، الشوط الثاني وده اللي توقعناه ما بين الشوطين، قلنا الاهلي هيهدي الريتم، وده مقصود على فكره. لما تبقى كسبان 3-0 مش يعني مش من الطبيعي مثلا ان انت عندك ماتش بعد 4 ايام فتلعب بنفس الاداء وبنفس الريتم، عشان عندك اصابات وكل 3 4 ايام مباراه، فبالتالي انت بتحاول تحافظ على اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لكن الشوط الاول الحقيقه شوط متميز جدا من لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، وحتى التغييرات كمان متميزه النهارده من مستر كولر. النهارده بيغير تغييرات في توقيتها، ولعيبه كان مهم جدا النهارده ان هي تدخل المباراه عشان الناس كمان تشوفها. يعني انت دايما الجمهور بيبقى مستني الصفقات بعد كل يعني كل بعد كل يعني مباراه بتكسب فيها. يعني النهارده مثلا انت كسبت وعملت شوط جيد الشوط الاول، فبالتالي فرصه ان الناس بقى تتفرج، وكمان فرصه ان اللعيبه الجديده تدخل مش تحت ضغط. صح. يعني ده مهم جدا 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 انك انت النهارده يعني طبعا. مش من الصح انك تدخل لعيب لسه انت شاريه ولعيب صغير في السن او لعيب لسه جديد عليك في توقيت صعب، مش برضو لعيب دولي ومش لعيب عنده احتكاكات كبيره جدا، في توقيت صعب، في توقيت انت تكون فيه الامور صعبه جدا او متعادل او لا قدر الله مغلوب او الامور مستصعبه عليك. فالنهارده التغييرات كمان تغييرات جيده يعني مستر كولر الحقيقه يعني اجاد فيها عشان كمان الناس تتفرج واللعيبه كمان تاخد ثقه. النهارده انت لما تبقى كسبان الجمهور بيتحمل كمان اي اخطاء بعد كده، تمام، وبيبص بس على اللمسات الجيده للعيبه اللي بتتغير. ده اللي حصل الشوط الثاني، لكن تميز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي النهارده. تلعب تستغل طرفين الملعب وده شيء جيد، محمد هاني وعلي معلول بقى لهم اكتر من مباراه الحقيقه بيادوا اداء راقي جدا في النواحي الهجوميه تحديدا، لهم دور فعال كبير جدا جدا في بناء الهجمات للنادي الاهلي، في انهاء الهجمات ايضا، الكروسات الكرات العرضيه اللي بيعملوها شيء جيد جدا. يعني قليلا من استغلال الكرات العرضيه لافضل اثنين باكين في الوقت الحالي في اخر 3 4 اسابيع، النادي الاهلي في كل مباراه هيرفع حته ثانيه مختلفه. بالزبط. تمام. النهارده كهربا بيأدي اداء راقي، اداء رائع، بيسجل هدف في ثقه كبيره جدا وعاليه جدا، والهدف ده اعتقد الاثنين اللي اسست اللي قبليه هم اللي ساعدوه ان هو يكون بالهدوء ده في تسجيل الهدف. حسين الشحات عمل مباراه رائعه جدا، يعني صنع الهدف لكهربا بشكل متميز جدا. خد بالك اي حد تاني مكانه كان ممكن يحطها بالعرض، لكن هو حطها له كمان قدامه عشان يديله فرصه ورؤيه كمان ان هو يشتغل بشكل مريح في اريحيه على الجول. لعيبه الاهلي بشكل عام النهارده كان اداء متميز، حتى الشوط الثاني كمان، الشوط الثاني كره من رجل لرجل بتتلعب بشكل فيه هدوء، اللعيبه عايزه تستحوذ بشكل جيد. ممكن يعني انت خلقت فرصه او اثنين الشوط الثاني ما قدرتش تستغلهم، ولكن ده وضع طبيعي. خد بالك انت لما تكون كسبان 3 غير لما تكون كسبان 1 غير لما تكون كسبان 2، الامور بتختلف. صح. يعني كمان للمدير الفني واللعيبه، يعني النهارده انت لو كسبان 1-0 ما اعتقدش ان التغييرات اللي موجوده قدامنا دي كانت هي هتبقى التغييرات لو انت كسبان 1 او متعادل، هتبقى الامور مختلفه شويه طبعا. فالمكسب بيدي هدوء وطمأنينه للمدير الفني بره، وبيدي هدوء وثقه للاعيبه داخل بره. النهارده اعتقد لعيبه الاهلي كلها بلا استثناء مأديين مباراه رائعه. الشناوي النهارده ماتش جيد، توقيتاته في الخروج توقيتات جيده، بيلعب النهارده برجله بشكل جيد مع اللعيبه، ولما يبقى عندي حارس انا بثق فيه وبيستعيد مستواه بشكل جيد، دي بتبقى المدير الفني بيبقى قاعد بره مطمن، اللعيبه في الملعب كمان اللي قدامه السنتر باكس اللي قدامه الاثنين الباكين بيبقوا قاعدين كمان مطمنين. انا لما ببقى ورايا حارس جيد يبقى انا ما ببقاش قلقان قوي ان انا اغلط. يعني في بعض الاوقات خد بالك المدافعين بيخافوا يغلطوا فبيغلطوا. مظبوط. تمام. لكن لما يبقى عندي حارس في بعض الاوقات بيشيل عني الاخطاء بتاعتي، دي بتدي ثقه كمان للمدافعين قدامك. مظبوط. رامي ربيعه ومتولي النهارده اداء الحقيقه جيد. يعني في بنالتي على النادي الاهلي، بس خد بالك برضو انا يعني كون ان انت مثلا اخطات بعد 3-0 ده شيء وارد جدا في كره القدم، عادي جدا على فكره. يعني عادي جدا تبقى خسران 3 يعني كسبان 3 وفي دقيقه كام؟ دقيقه 90 يعني الماتش خلاص اكلينيكيا وفعليا المباراه خلاص انتهت لصالح النادي الاهلي، يعني فما تلومش برضو عليه حد يعني في الحته اللي زي كده. لكن مجمل النهارده الاهلي اداء رائع جدا جدا،
ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه تبقى اتمناها بنفس الريتم ونفس الاداء ونفس القوه ونفس الضغط. النهارده انت بتضغط بشكل جيد، بتستحوذ بشكل جيد، بتتحول من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع بشكل جيد جدا جدا جدا، تركيز وانتشار النهارده في الملعب بشكل جيد جدا. الراجل قاعد بره كمان مركز في الماتش، تمام؟ لعيبه الاهلي عايز حاجه، عايز كاس مصر، وده المطلوب ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله.